لازم نعرف أن لا إله إلا الله كلمة غالية، تزن، ما وصلت بالسهل، وصلت بالعذاب الشديد، عذاب شديد. أنا بس بقول المشي، فما بالك الناس اللي بيكرهوا وما أعرف إيش، واللي عذبوا. ليكم التاريخ تشوفوا عذاب بلال وعذاب الصحابة، وكيف كانت الصلاة سرية، وكيف كانت الصلاة بعدين ربك جهر بالكل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجهر بالرسالة، فشيء مخيف. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. لو تشوف عين اليقين الحاجات هذه، قسما لزما ما تاكل خبز، والله ما تاكل خبز. فلا إله إلا الله غالية، غالية غالية جدا. هنا نبدأ المنحدر هذا ونمشي للسيل الكبير. يعني أوريكم شيء بسيط يعني الحاجات له. طريق هذا الطريق معبد. فالفلاسفة هادو اللي يتكلموا على البخاري واللي يتكلموا على الصحابة واللي يتكلموا على هذا، يبغى لهم يجيوا بس يمشيوا من الطايف للمكة مرة واحدة، أو من مكة للطايف، عشان يعرفوا العذاب الذي قاساه الرسول صلى الله عليه وسلم في المشي بس، غير ضرب الناس وغير 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 السب وغير وغير وغير. فما بالك عاد الهجرة إلى المدينة المنورة على رجوله هو وأبو بكر رضي الله عنه. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، صلاة لا تعد ولا تحصى، وسلاما لا يعد ولا يحصى. هنا نبدأ المنحدر هذا ونمشي للسيل الكبير. يعني أوريكم شيء بسيط يعني الحاجات له. طريق هذا الطريق معبد. فالفلاسفة هادو اللي يتكلموا على البخاري واللي يتكلموا على الصحابة واللي يتكلموا على هذا، يبغى لهم يجيوا بس يمشيوا من الطايف للمكة مرة واحدة، أو من مكة للطايف، عشان يعرفوا العذاب الذي قاساه الرسول صلى الله عليه وسلم في المشي بس، غير ضرب الناس وغير 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 السب وغير وغير وغير. فما بالك عاد الهجرة إلى المدينة المنورة على رجوله هو وأبو بكر رضي الله عنه. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، صلاة لا تعد ولا تحصى، وسلاما لا يعد ولا يحصى. هنا الطريق شقت الجبال. شوف الجبل هنا، شوف الجبل الحجر هنا، عشان تعرف صعوبة ووعرة الطريق. شوف الجبل هناك، الطريق المسرب اللي هو على السيل الصغير ورا الجبال هذيك، ورا الجبال هذه، ورا الجبال هذه، الجبل وراه، عشان نمشي للسيل الكبير. هنا السيل الكبير، هنشوف الميقات، ميقات السيل الكبير اللي هو ميقات قر المنازل، يقولوا يسميه ميقات قر المنازل. هذا الطريق، هذا حي العنابة، حي العنابة. شوف الطريق، صعوبة الطريق. الحين تقدر تمشي في البلاد السعيدة هذه، فاهم علي؟ تقدر تمشي تشوف المدن، تشوف القرى، تشوف الجبال، تشوف. أنا بشوف الطريق اللي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام، بشوف الطرق الوعرة. قبل 150 سنة أو 200 سنة، قسما لزما ما تقدر تمشي، والله لا تموت ولا يقتلوك ولا، فاهم علي؟ ما تقدر تمشي نهائيا. فما بالك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانوا الناس، كيف كانوا القبائل، كان كل واحد يعتز بقبيلته ويعتز بعشيرته، كل الناس تعتز بعشيرته، ويومنا هذا كل واحد يعتز ببلاده. وهذه البلاد هي خير البلدان كلها، لأنه بلاد الله سبحانه وتعالى اختارها، وفيها ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها تربى إسماعيل.
احنا انا بوريكم الطريق اذا فيه شيء كويس انزله، لكن هذا الطريق يودينا الى غاية قرن المنازل او ميقات قرن المنازل. ميقات قرن المنازل طبعا فيه اثنين قرن المنازل بيقولوا والله، في واحد على الطريق لهذا اللي اسمه قرن المنازل في وادي محرم او ميقات وادي محرم يقولوا له، وهذا ميقات قرن المنازل على يعني على طريق بغداد طريق العراق. شوف الجبال، تصور ان عندك خط مسرب هنا للدواب بس، حجري يا اخي، حجري حجري. انا اطلع الجبال يعني الواحد ينزلق يطيح، فكيف كان المشي من طائف الى مكة؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد. هذا الطريق يودي للسيل الكبير يعني الوادي، يودي لقرن المنازل. شوف الجبال هنا، جبال على يمينك يا سيف. اللهم اجعلنا من ملة إبراهيم ومن أمة محمد بن عبد الله رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على ملة إبراهيم من أمة محمد بن عبد الله رسول الله. أصبحنا نشهد لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا خط سيل حيوي، حيوي جد، حيوي نشيط يعني، وريد وريد دموي هذا. احنا الحين على ابواب اسمه الميقات، هذه منطقة سكنية، على ابواب الميقات. ميقات ما حن احنا ما نطلع الميقات، شفناها المرة اللي فاتت. السيل الكبير ومسجد الميقات، هذا السيل الكبير ومسجد الميقات، مسجد الميقات. طبعا احنا حنمشي الميقات. هذه لوحة، هذه لوحة، ها مبينة الميقات على يميني، والشارع الطويل الزيمة ومكة المكرمة وجدة. ميقات السيل الكبير، ميقات السيل الكبير. نمشي نلف بكم لفة محترمة على الميقات. ميقات قرن المنازل، طبعا هنا السيل، نشوف الميقات وبعدين نشوف بداية السيل عشان نمشي لسد السيل الكبير، نشوف واش في طريق لسد السيل الكبير ولا لا. ما شاء الله تبارك الله، مليون ميقات، في محلات للبيع، إحرام ما إحرام إلى آخر الحاجة، العود الريحة مع رشيش. هذا الميقات، هذا المسجد، حوريك ندخل له، ندخل للمسجد ونشوفه. ما شاء الله تبارك الله، الناس كثيرة يعني، لله الأمر في الأول والآخر. شوف قرن ميقات، قرن دي المنازل، ميقات السيل اللي هو ميقات قرن دي المنازل. هذا الميقات قرن دي المنازل، فيه ميقات قرن المنازل أو قرن دي المنازل في وادي محرم، يسميه ويقولوا كده، أحيانا يقولوا له اسمه قرن وادي محرم أو ميقات وادي محرم. ما
معلم معلم هذا المسجد هناك، نمشي للمسجد نشوف. هذو الباصات محطوطين هنا واقفين هنا، باصات واقفين هنا. شوف كم باصات ما شاء الله تبارك الله، روعة باصات. عند الباصات الناس بتعمل عمرة، عمرة في شعبان. على فكرة احنا لا نعبد للشهور، لا شعبان ولا رجب ولا رمضان، احنا نعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. لكن إذا تيسرت لك تعمل عمرة في شعبان أو عمرة في رمضان، خير وبركة، خير وبركة. لا تتميز العمرة على باقي الشهور. اللهم في شهر رمضان يعني عمرة مميزة، زي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعادل الحج. الواحد لا يعبد الشهر ولا يعبد لأيام ولا يعبد هذا، نعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا السيل أهو، هذا السيل. منطقة سيل هاي، هذا سيل، سيل كبير. الحين بدأ مش من هنا، بدأ وسط الجبال، وسط الجبال هناك، لكن مر وسط القرية بتاع الميقات وجاي من هنا تحت الكوبري ورايح. احنا حنمشي لسد السيل الحين، نشوف سد السيل، نتمتع بالمنظر هناك ونشوف. خليت المقات هناك شروق الشمس ونزلت هنا عشان أشوف السيل، قنطرة السيل هذه. هاي هذا راه ترى سيل، هو سيل كبير. من هنا يبدأ السيل الكبير، هنا وش يبدأ هنا يا مؤخرته التأخير متاع الكوبري هذا الطريق المكة. وهذا الوادي السيل الكبير هنا، هذا الوادي فيه مويه، فيه ماء.